احنا بنشتغل في 4 قطاعات: طاقه للكهرباء، وطاقه للغاز، وطاقه للمياه، وطاقه للمنتجات البتروليه. في الاربعه بنشتغل على 3 محاور رئيسيه في الاستراتيجي بتاعتنا للتوسع. اول واحد ان احنا بنكبر بقاعده العملاء بتاعتنا، وبنشتغل في المجالات اللي احنا بنعمل فيها وكل سنه بنكبر فيها، زي الغاز بنكبر ب 150 الف عميل كل سنه. محطاتنا ما بين المنتجات البتروليه والغاز حوالي 125 محطه دلوقتي، بنطمع في خلال السنتين الجايين انهم يوصلوا 250. بنشتغل في الكهرباء، في الرينيوبل، وبنكبر في قطاع السولر. اما في المحور الثاني ان احنا بنكبر بنيو لاين اوف بزنس، يعني بمعنى ان احنا بنشتغل دلوقتي في شحن السيارات الكهربائيه. قدرنا ان احنا نجيب 250 شاحن ونوزعهم في انحاء القاهره بطاقه فولت. دخلنا في مضينا مذكره تفاهم مع معالي رئيس الوزراء للهيدروجين الاخضر احنا والشريك الفرنساوي، وحاليا بندرس المشروع. عندنا بندرس على طاقه للرياح. دخلنا في 17 شركه اللي اتقبلوا فنيا من الصندوق السيادي للمياه لتحليه المياه، وداخلين مع شركه من الكويت ومن السعوديه. فاحنا بنكبر في ال4 مجالات، من حيث واحد ان احنا بنكبر قاعده العمله بتاعتنا ونديهم احسن تكنولوجي، 2 بنزود نيو لاين اوف بزنس، 3 ان احنا بنكبر خارج مصر. احنا حاليا فتحنا شركه في موزمبيق وعندنا 4 محطات للغاز هناك. ان شاء الله اول محطه تتفتح في تنزانيا في الربع الاخراني السنه دي، وبصدد فتح شركه في السعوديه في اجراءات فتح الشركه حاليا. احنا السنه دي استثماراتنا هتبقى حوالي 1.6 مليار مليار و700. اما المشاريع اللي انا قلت لك عليها دي، في مشاريع منهم بتوصل لحد 4 مليار دولار، فلسه في قيد الدراسه. فلما تخلص الدراسه هنقدر ان احنا نقول بالظبط الارقام ايه.